السلام عليكم طلاب الصف الثالث. اليوم عندنا موضوع جديد اسمه الحمار والثور. الحمار خلينا نشوف شو موضوعنا. نتكلم عن الحمار والثور. وياي انتم اصابعكم على الكلمات واني راح اقرا لكم الدرس. الحمار والثور. كان لفلاح حمار وثور، وكان الفلاح يركب الحمار مرة في الاسبوع ليذهب إلى سوق المدينة، ويأخذ الثور إلى الحقل ليحرث الأرض كل يوم. وفي أحد الأيام قال الثور للحمار: لقد تعبت كثيرا، إلى متى أعمل في الحراثة؟ قال الحمار: تمرض ولا تأكل علفك، فإذا رآك الفلاح على هذه الحال تركك ولم يأخذك للحراثة. وفي صباح اليوم الثاني جاء الفلاح فوجد الثور نائما لم يأكل العلف، فتركه وأخذ الحمار إلى الحقل وحرث عليه طول اليوم. فتعب الحمار تعبا شديدا وندم على ما قاله للثور. وفي المساء عاد الحمار من الحقل فسأله الثور: كيف حالك يا أخي؟ قال الحمار: أنا بخير غير إني سمعت الفلاح يقول لزوجته: إذا بقي الثور مريضا بعته على الجزار قبل أن يموت فأخسر ثمنه. خاف الثور فنهض وأكل علفه. وفي الصباح جاء الفلاح وأخذه إلى الحقل، فمشى الثور بنشاط. نقرأ معاني الكلمات. تمارض، يعني شو كلمة تمارض؟ بنقول الحمار الثور تمارض، تظاهر بأنك مريض، يعني سوى روحك مريض. ندم، تأسف ولام نفسه. ما معنى ندم؟ تأسف ولام نفسه. تمارض، تظاهر بأنك مريض. هسه راح أشرح لكم الدرس. أكو حمار وثور، فلاح يمتلك حمار وثور بالحقل. كان الفلاح يركب الحمار مرة بالأسبوعين، مرة بالأسبوع يطلع الحمار، بس الثور خطيه يوميا يطلع. الحمار يوميا يروح للسوق ويا الفلاح، والثور يوميا يروح للحقل يحرث الأرض كل يوم. وفي أحد الأيام قال الثور للحمار، طبعا يتعب الثور أنت يوميا يطلع ويتعب ويحرث، قال: لقد تعبت كثيرا، إلى متى أعمل في الحراثة؟ شو فكرة الحمار؟ قال له: تمارض، سوى روحك مريض ولا تاكل علفك، فإذا شافك الفلاح على هذا الحال تركك ويأخذك للحراثة، يعني ياخذك ما ياخذك للحراثة. هو هم صدق سوى هيك. وفي صباح اليوم الثاني اجى ثاني يوم، اجى الفلاح لقى الثور هالنايم وما ماكل العلف مالته. عافى تركه واخذ الحمار بمكانه. الحمار قام يسوي نفس شغل الثور. هذاك الحمار هو مره بالاسبوع يطلع لنا متعود. ندم، قال: لا يا ريتني ما قلت انا للثور، يعني اخذ الشغل الثور. على ما قررت وفي المساء عاد الحمار من الحقل. سأل الثور، قال له: شلونك يا أخي؟ كيف حالك؟ قال له بعش فكر الحمار، قال له: الحمد لله أنا بخير، غير إني سمعت الفلاح يقول لزوجته. سمع، قال خلا أكذب عليه، سمعت الفلاح يقول لزوجته أني إذا بقي الثور قريب أبيع على الجزار. على الجزار إذن يعني اللحام اللي يذبح الخروف، هذا خاف يذبحوني قبل أن يموت فأخسر ثمنه، يعني حرامات يموت وأنا لا بايعة ولا مستفادة منه. خاف الثور ونهض وأكل علفه. وفي الصباح الثاني إجى الفلاح لقى الثور صاير زين وماكل العلف مالته، أخذه أيضا للحقل وراح. الكلمات مثل ما قلت لكم ما معنى كلمة تمارض؟ تظاهر بأنك مريض، ندم، تأسف ولا منفسه. هسه أريدكم تلزمون القلم بيتكم وتأشروا لي وين اكو حروف جر. كان الفلاح
حمار وثور كبير ماني. وكان الفلاح يركب الحمار مر فيه أحسنتم فيه حرف جر ليذهب إلى السوق. أكو حرف جر؟ نعم أحسنتم إلى. ويأخذ الثوب إلى أحسنتم إنهم أيضا إلى. وفي وفي أيضا عندنا حرف جر إلى وفي أيضا حروف جر. تمارض ولا تأكل علفك فإذا رآك الفلاح على أيضا حرف جر. ولم يأخذك للحراث وفي صباح اليوم الثاني جاء الفلاح ووجده نوما. هاي ما بيها بس فيه طبعا إياته. إلى أيضا الحقل موجودة حرف جر وفي حرف جر هنا أكو من أحسنته. بعده قبل أن يموت خاض الثور كلامه وفي أيضا. وإلى أيضا هي حرف جر. واجبكم تكتبوا لي الدرس مرة واحدة في الدفتر مع المعاني. هذا واجبكم طلابي أحبائي.